النهاردة بتحل علينا ذكرى ثورة 52 المجيدة اللي أنهت حكم الملكية وأسرة محمد علي باشا وتحول نظام الحكم في مصر لجمهورية رئاسية من خلال مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابط برئاسة محمد نجيب. طبعا بكل تأكيد هذه الثورة ثورة 23 يوليو كتبت تاريخ مهم جدا للعلاقة القوية والأبدية ما بين الشعب وجيشه، وأكدت كمان على التلاحم والتكاتف بينهم في اللحظات والمواقف الفارقة من عمر الوطن. خلينا نتكلم عن ذكرى هذه الثورة. معانا على التليفون اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. ست اللواء صباح الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. صباح الخير استاذي، صباح الخير استاذ منى، كل سنة وحضراتكم طيبين. الشعب المصري بل والعربي كله وكل الشعوب المحبة للسلام بخير وسعادة وسلام، لأن ثورة 23 يوليو فعلا هي الناطق الرسمي أو الصوت الحقيقي لكل الشعوب المحبة للسلام والتي تبحث عن التحرر. صحيح. أكيد ثورة يوليو المجيدة شكلت علامة مضيئة في تاريخ مصر، ليه ثورة يوليو كانت فارقة في حياة المصريين بالمنظر ده ولغاية دلوقتي؟ يمكن أسباب ما قبل الثورة دعا إلى قيام الثورة وبالتالي حدد مبادئها وبالتالي الإنجازات اللي تحققت من خلالها، وده اللي هنسرده في سياق الكلمتين اللي هقولهم مع حضراتكم دلوقتي. يعني قبل 52 وثورة يوليو المجيدة كان الناتج الإجمالي المحلي 195 مليون جنيه. الناتج الإجمالي بعد ثورة يوليو بدأ يظهر ويصل إلى 1.1 مليار جنيه، يعني العدد زاد جدا. كان وجود المقاتلين او الجنود الانجليز في مصر يمكن كان محدد جدا، حتى في حرب 48 اضطرينا ناخد تصريح لعبور قناه السويس للقيام بالحرب نفسها من الانجليز. الاستعمار كان جاسم على صدور المصريين، كان مسبب بطريقه غير مباشره لكثير من التحديات الامنيه والعسكريه للدوله المصريه. مصر كان فيها نسبة 5% فقط اللي هم عايشين على الخير وعلى الرغد وعلى الثروات المصرية الطبيعية، و95% يعني بيتجرعوا مرارة الفقر وتجرعوا مرارة العوز والحاجة وقلة الخدمات والمرض. فبالتالي كان الشكل العام غير حقيقي يعني في مصر. بعد ذلك اللي حصل بعد الثورة ان معدلات النمو زادت لدرجة ان وزارة علي صبري استقالت وجت وزارة زكريا محي الدين عشان تخفض من معدلات النمو شوية، لأنه كان زيادة بيزود معدلات التضخم في نفس الوقت، معدلات النمو بيزود معدلات التضخم. غياب القرار السياسي الحر عن الدولة المصرية في ظل الحكم والاستعمار، حكم الملكية والاستعمار، أصبحت مصر في مؤتمر باندونج يعني لها موردين ولها قوة بتناطح قوات أخرى كبرى في العالم اللي زي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت هي اصبحت لها صوت ولها في اطار دول عدم الانحياز لها مكانه وممكن ابتدت تجتذب كثير من الدول حولها. طيب سياده اللواء، داخليا هذه الثوره قدرت ان هي تغير الاوضاع السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، ولو هنتكلم تحديدا عن الاوضاع الاجتماعيه، ازاي قدرت هذه الثوره ان هي ترسخ مفاهيم جديده للعداله الاجتماعيه وتحقق الاستقلال والكرامه؟ شوف، يمكن العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة اللي عانوا وفقدوا مبدأ العدالة والكرامة كانوا ثورة 23 يوليو. إصدار قانون الملكية الزراعية اللي في 9/9/52 أكد على يعني عودة الفلاح لتحرره، ومع إصدار قانون الصلاح الزراعي أعتقد إن كده ابتدى نقضي على سيطرة رأس المال، بالإضافة لإنشاء السد العالي اللي زود كتير قوي من المناحي الاجتماعيه في المواطن المصري. تمثيل التجاره والصناعه وافتتاح اكثر من 1000 مصنع اعتقد ان ده في حد ذاته، بالاضافه للصناعات الاستراتيجيه اللي بتعتمد عليها الدوله في الغاز والنسيج، الحديد والصلب، مجمع الالومنيوم، كثير من الامور اللي فعلا تؤكد على ان المصري ابتدى يستعيد قوته. الفقراء بقى لهم نصيب في المناصب داخل الدوله، ده في اطار العداله الاجتماعيه، لان هنا من اول مره ناشد من ابناء الشعب الطبقه المتوسطه والفقيره والعاديه قضاه ومحامين عذرا ووزراء، يعني وكثير من المناصب اللي كانت قاصره على فئه بعينها في الدوله. فكره القضاء على العمال كسلع تباع وتشترى، اعتقد ان دي كلها يعني نتائج اقتصاديه كثيره جدا في ظل يعني ثوره اعتقد انها يعني حققت النجاحات الكثيره والمتنانيه في هذا الصدد.
طيب لا ننكر ابدا ان لولا الجيش ولولا ثوره 23 يوليو ما كنا حصلنا على الاستقلال عن الانجليز. يعني قعد سنوات كبيره الحكومه القائمه على الحكم في ذلك الوقت قبل ثوره يوليو هي اللي بتفاوض المفاوض الانجليزي، ولكن كانت يعني مفاوضات كده للجلاء زي ما بنقول حفظ ماء الوجه. ولكن عندما تولى الجيش الأمور وهو من قام بالمفاوضة وقتها حصل على طول الجلاء، وبقى عندنا الجيش القوي اللي بنتسند عليه لغاية دلوقتي. ففكرة وجود الضباط الأحرار وفكرة وجود الجيش وتعامله مع الموقف اختلف تماما، وإزاي الشعب قدر ينتصر لجيشه ويسنده في الثورة. لا ما اشبه ليله البارحه. اذا كان 23 يوليو فعلا نقله او تاكيد على ان الجيش والشعب في يدا واحده وتلاحم مستمر، اعتقد ان ثوره 30 يوليو اكدت ذلك، لان يعني لم يكن بمقدورنا ان نصم اذاننا او نغض بصرنا عن نداء الشعب. ان كان هذا الكلام قيل في 30 يونيو فهو نفس الكلام اللي اتقال في 23 يوليو. فبالتالي الجيش والشعب على درجه واحده، ودائما يؤكد الجيش على انه هو فعلا الحامي للشعب المصري، ان يعني الجيش من الشعب، نسيجه من الشعب، محرم على ارحام نسائه ان جابوا غير الرجال، فهم رجال. ومن منطلق الرجوله اعتقد ان هم لم يقبلوا ابدا اهانه او شيء يضر بالمواطن المصري بصفه القسم الصلاحي المسؤول الرئيسي عن الامن القومي في كل المجالات، اقتصادي واجتماعي وامن وعسكري وسياسي ايضا وجيوبوليتيكي وغذائي وطاقه وامني ومائي، كل هذه المجالات المتعدده للامن القومي اعتقد الجيش المسؤول الرئيسي عنها وهو الذي يسال. فبالتبعيه انطلاقا من هذا الدور وهذه المكانه التي كفلها له الدستور، اعتقد ان في هذه الحاله يعني الدور بيبقى واجب، وفي نفس الوقت ليس بحثا عن وجاهه او سياده او حكم او ولكن لانقاذ الشعب ولاعاده المسار الى طبيعته. وراينا كلنا في العصر الحالي ما حدث في 30 يونيو وما يدور حتى الان من الدوله المصريه، اللي يؤكد على ان الجيش دائما في صف الشعب وهو من نبت الشعب وعلى قلب الشعب، ومن اجل الشعب قام الجيش ويسلح ويجهز للدفاع عن الشعب. سيادة اللواء، لو بصينا هنلاقي ان هذه الثوره، ثوره 23 يوليو، لم يقتصر تاثيرها فقط على الداخل المصري بل امتدت لتشمل المحيط وتشمل الاقليم. شفنا دعم من هذه الثوره لثورات التحرر العربيه والافريقيه. بالضبط، يعني في انجازات عربيه كثيره جدا وانجازات عالميه في هذا السياق. يعني لما نقول توحيد الجهود لصالح حركات التحرر العربيه، التاكيد على ان القوميه العربيه والمصالحه المشتركه ووحده اللغه والدين والكفاح والحدود والجوار والعادات والتقاليد والثوابت والمصير دي والتحديات المشتركه ايضا هي اللي اكدت على ان الثوره فعلا جمعت الدول العربيه على قلب رجل واحد. تجربة الوحدة بين مصر وسوريا، الاتفاق الثلاثي بين مصر وسوريا والسعودية وانضمام اليمن، الدفاع عن حق الصومال وحق ليبيا واليمن والكويت وتونس والجزائر والمغرب، ودعم حركات التحرر، حتى دعم الشعب العربي في دولة الأحواز. يعني مصر القطب الرئيسي وثورتها هي القوة في العالم العربي، ده على المستوى العربي بس. ولكن على المستوى العالمي لما نشوف حركة عدم الانحياز بين مصر ويوغوسلافيا والهند، وصفقة الأسلحة الشرقية لعام 55، وتحويل الأزهر في حد ذاته إلى جامع وحاضنة، اللي كان جامع ومشيخة فقط أصبح حاضنة للعالم الإسلامي وأصبح رمز فعلا من رموزه، وانشأت جامعة الأزهر اللي كان جامعتين عندنا فقط لا غير، أصبحنا عندنا خمسة وتطوروا إلى وصلوا لعشرة خلال الفترة اللي فاتت، ووصلوا النهارده ل 55 جامعة. يعني عدت الجامعات تطور وتزايد وتنامى ربطا بثورة يوليو، ولولا ثورة يوليو ما كانت مجانية التعليم وما كان التعليم العالي وما كانت الميزانية المختلفة للتعليم العالي ولا ما كان البحث العلمي ولا ما كان التطور في مثل هذه المناحي. اخر حاجه عايز اقولها في الانجازات العربيه، ان قدرنا ندعو الى تجمع مؤتمر تضامن شعوب اسيويه افريقيه، وكان ده الكلام ده 58، بيؤكد ويدل على ان مصر فعلا يعني دوله قادره على بقوتها المسلحه وبشعبها ووعيه انها تتجاوز المحن وتتجاوز كل التحديات اللي بتقابلها لكي تصل الى ما نصب اليه الان، الا وهو الجمهوريه الجديده. سيادة اللواء، لما بنيجي نتكلم عن ترسيخ ثورة يوليو
للديمقراطية بمعناها الحقيقي الذي يعود بالنفع على الناس. يمكن نشوف لأول مرة 50% من العمال والفلاحين دخلوا البرلمان، تعيين أول وزيرة امرأة في سنة 61 كانت برضو بعد ثورة يوليو. نقدر نقول أنه فعلا حصل نوع من أنواع إرساء للديمقراطية الحقيقية واللي استفاد منها مختلف الفئات الموجودة في الشعب. مبادئ ثورة يوليو يا فندم ست مبادئ: القضاء على الإقطاع وتتحقق بالفعل، القضاء على الاستعمار وتتحقق بالفعل، القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم وتتحقق بالفعل، إقامة جيش وطن حر وقوي أعتقد أن تتحقق بالفعل والنتائج كانت واضحة، إقامة عدالة اجتماعية وده اللي في صدد السياق اللي سيادتك بتسألي فيه، إقامة حياة ديمقراطية سليمة وده اللي في السياق اللي سيادتك بتسألي فيه. أما تكون المبادئ هي دي، يكون هناك هدف قومي إنشاء السد العالي، رصد له كل المقومات وكل الأدوات اللي تحقق هذا الكلام، ما أشبه الليلة بالبارحة. قناة السويس هدف قومي، إنشاء المجرى، قناة السويس الجديدة كان هدف قومي، خطة المستقبل مبادئ أعتقد أنها هي الأساس، عيش حرية عدالة اجتماعية، انتداء اللي توجد في يناير وتم تحقيقه في 30 يونيو 3/7، أعتقد كل هذا الكلام يؤكد على أن مصر تمشي يعني تشير على منظومة مكتملة ونربط الاثنين ببعض. أنا مش عايز أخل بالموضوع لأن الثبات على المبدأ والتواجد هنا والظاهر والواضح والجلي أن الجيش المصري على مر العصور هو الرئيس وهو القائد وهو الزعيم الذي يستطيع بكل دعمه وكل قوته أن يكون لصالح الشعب المصري وليس ضده. الترجمة الحقيقية للواقع 30 يونيو، الترجمة الحقيقية للواقع 23 يوليو، الترجمة الحقيقية لاستعادة الجيش لقواته بعد 67 وبعد 56، كل هذا الكلام يؤكد ويدل على أن الديمقراطية تتحقق في الداخل وبالتالي ينعكس على دور الجيش في مساندة شعبه ومساندة جمهوريته. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيادة اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك.